يسوي لي مشاكل. بابا اذا ابقى برا تصير مشاكل، ايش بيك انت خلطوب؟ لا ادري هذا الطب شلون، وامي امك اثنيناتهن هم عميه وهم نايمه، ايش بيك انت؟ وذاك عدت نفس الشيء. فدوه اروح لك روح راضي، الله يخليك، تريد تخلق لي مشاكل انت. بابا ده نحكي على موضوعنا، على موضوع مستقبلنا الزاهر، ايش بيك انت؟ ومستقبلنا الحكي بيه ما يصير باكر يتاجل. اسمعي محاسن سكت. هذا شلون حكي؟ اصلا هاي السالفه ما تخش عقلي ابدا. خل نسمع عم عبيد الحكي مو بس لك. على كيفك خاله صبريه، انطي فرصه خليه يحكي. انا عبد الحميد تصير وياي. سهله سهله. تدرون يا جماعه، تدرون الكلام اللي قاله عبد الحميد ممكن ان يصير. حتى لا نتفاجئ لازم نكون مهيئين نفسنا، لان دنياتنا هالوقت صايره مليانه مفاجآت. اي مثل ما قال عبد الحميد، بين مفاجأة ومفاجأة لازم أكون مفاجأة. أنا هيك مفاجأة ما تخش عقلي ولا إلي شغل بيها. ليش؟ أنت تعرف ناصر بيش يفكر؟ ولد شاب وجايب الفلوس بالقواني. كلام خاله صبرية وتخوفها ما كان. لي من يقول عم إبراهيم هو ناصر؟ بنتي هو ناصر منه غير ابن إبراهيم؟ لا عمي لا، هسه الوقت تغير، صار غير وقت. هسه للابن يشبه ابوه وللبنيه تشبه امها، كل من نصيبه بالحياه ياخذه بطريقته. ايه هي هاي المشكله، ماكو امتداد للاخلاقيات بين الاجيال، حتى لو كانوا بيت واحد لو عائله واحده. انا هذا الحكي ما افتهم منه كل شيء، يعني انا اعرف هذا بيت وهاي قهوه، يبقى بيت وقهوه، شو يريد يسوي ناصر يعني لو غيره؟ ظل بهيج تفكير عبيد، ظل. مو احسن من هاي الافكار اللي ما لها اي اساس. انا رجال على قد حالي، بس هم اقدر اوزن الامور. ميزانك غير ميزان هالوقت عبيد. انا شعلي بالعالم، انا ابقى ذاك انا عبيد، ميزاني واحد وحكايتي وحده. يا جماعه ارجوكم خلينا نغير الموضوع. يلا خلي اسولف لكم سوى ناني وعبد الحميد اليوم، لو نسيتوها القضيتي. اريدك تنزل لان السياره بعد ما تدخل جوا. ليش؟ لان السياره مو برمايه عين استاذ لوي. يا بابا بابا هاي السيارات. ايه ذن صدق سيارات. زين هسه ذا خليك بوحده منهن، شنو رايك؟ غير عالم. تدري هاي السيارات زايدات على اصحابهن؟ شلون؟ كل واحد من عندهم عده فتسيت سيارات وحسب الالوان. ايه فلوس. يلا دوس. وين ادوس؟ دوس نروح نشوف الجماعه داخل بعدهم صاحين. ما نعرفتها لهاي التوصيله. ايش بيها؟ شكو غير المصايب. لكن حيل المصايب يا لمني. لا 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 لا. انتظرك باكر. ما اقدر حسب ظروفي. بابا لازم اشوفك حتى. اي حتى شنو دروح روح روح هسه روح. لا تضطريني اجي لهنا. لا لا راضي بعد لا تجي لهنا. مو اذا ما تجين اجي لهنا. لا دروح روح. اسمعي. دروح اشوفك. شي خلص هالليله من نعله على ابو المستقبل الزاهر. اروح علينا. لازم صار هواء فسد الباب. مستحيل. هذا منو سد الباب؟ أبو سعد شنو الموضوع؟ لا ماكو شيء، بس الباب قفل علينا من برا. ها ايش قلنا يا بيه؟ مو قلنا خلينا نغير المكان، صار مو امان. يا معودين استعجلون، يجوز واحد من الفطار سد الباب ليش اخي؟ كسره يا بيه الباب كسره. ليه حاضر صار صار. هسه اكسرها. كسرناه.
وقلت لك ما مشيت. لك ها شنو سيارتي وين؟ سيارتي وين يا ولد؟ أنا ما جيت أتصورك تستعمل وياي بهالطريقة. يا طريقة هاي ورقة؟ ليش تنسيت سويت فيها البارحة؟ ايش كنت بقعد واقفة انتظرك بالسيارة انت ولا يمك؟ يا معودة لا تضخمين الموضوع وتهولين الأمور، مسألة جدا عادية وبسيطة. طبعا طبعا بالنسبة لي كلش عادية، بس أنا بالنسبة لي لا. البارحة الليل كلها ما نمت بس أفكر أتصور، حتى ماما جتي دخلت للغرفة بس رادت تعرف شنو شبيه ما قدرت تعرف. ها كلها لأن ما صعدت وياك بالسيارة؟ مو قلت لك عندي شغل؟ ايش عندك شغل؟ شنو ايش عندي شغل؟ عندي شغل. العفو يعني ولو مو من حقي، بس أنا هم كان عندي شغل وياك. تعرف أنت بالنسبة إلي أنا شنو بالنسبة إلك؟ شنو بالنسبة إلك؟ ورقاء أنا مو أكثر من واحد يسد لك بعض الفراغات والاحتياجات اللي تحتاجيها أنت هنا بالكلية. أنا شنو؟ فد واحد جرحتي وسويتي مضحكة قدام أصدقائك أو صديقاتك، أنا شنو بالنسبة إليك؟ لا مستحيل، هذا مو حد شك، هذا مو أنت مهنة. أرجوك ورقاء، صوتنا بدأ ينسمع وأنا ما أتحمل تحمليني ذنب لا أنا مفكر بي ولا قاصده. يعني قصدك أنا دافع لهذا الموقف مو؟ ما أعرف. أنا أعرف. إيش تعرفي؟ أنا أعرف تذكرني وبداخلك حقد عني بسبب موقف، وأنا جيت اعتذرت منك. أنا ترتيب حياتي بهالشكل، هدفي محددة وطريقي واضح، بس أنت ما أعرف إيش تردين مني. ما أعرف كل شيء ما أريد منك. وموضوع المساعدة اللي طلبتي مني؟ لا أنسى هذا الموضوع، أنا من أحتاج مساعدة أعرف منين أطلبها. ها شنو ورقة؟ أشو حكيت صار غير شكل. اسمع لي أروح، ما أحب أعطلك. ورقة قاعدة بالبيت؟ طبعاً ليش لا؟ يعني كان لازم أنت اليوم تبقين بالبيت. وليش هاللازم؟ يعني حتى تتهيئين للأمور، ترتبين الأشياء. شا تهيئ خالد؟ ليش أنا وحدة ما تعرفها؟ تخاف لتنصدم بيها فلازم تتهيئ؟ أنت تعرفني وشايفني إلا إذا. إلا إذا شنو؟ ماكو كل إلا إذا، بس أنا ردت يعني نمارس الطقوس بشكلها الطبيعي. يا طقوس؟ طقوس الخطوبة غير. الأمور بالبيت كلش طبيعية، حتى ما متهيئين لهذا الموضوع. عقلك هذا هو اللي وقعني بيك. العقل أحسن من اللسان. دفع مبلغ بيه خير ولا كلش محترم، دفع مبلغ محترم، بعدين هو محتاج لنا يابا. محتاجك شنو يابا؟ رجال عنده مصنع وده يشتغل، محتاج لنا يابا. يابا الله يخليك، احنا بالنسبه له احسن من غيرنا. ده نجيب له الماده الاوليه، النايلون، البلاستيك، نخليها بصف الماكينه. هو خلصان من دوخه الجهال وفرت الشوارع. اي بس يعني كل شيء بحسابه. طبعا كل شيء بحسابه يابا، ليش ايش تعرفني؟ وهاي فلوس اول دفعه استلمتها.
اخذت حصتك انت واخوك لو لا؟ لا يا بلا، هاي امك. شرفك لو هذا اخوك ضياء ينطيني الفلوس يقول لي بابا هذا الوارد؟ يا ابي اخوي اكيد مثلي. تسمحي لي اقعد؟ طبعا. هاي وينك من الصبح ادور عليك، محاضرة الاولى ما داومت. انا كنت موجود هنا بالكليه بس ما قدرت ادخل المحاضره الاولى. شوف مهنا، احنا نجي الكليه من اجل هدف اساسي واحد، هو حتى ندرس ونكمل محاضراتنا، بقيت الاشياء تصبح ثانويه. فما يصير هاي الاشياء الثانويه تلغي المهمه الاساسيه لوجودنا هنا بالكليه. هاش بيك تصدق متضايق، يراد واحد يسمعك بشكل زين. فعلا انا متضايق واريد واحد يسمعني، وبالتحديد وحده. ليش بالتحديد وحده سيد مهنا؟ الموضوع يتعلق بامراه، ومو اي امراه، الموضوع يتعلق بينا. بينا يعني كم واحد؟ يعني كل الناس الموجودين بالكليه؟ كوثر انا تعبان، وهاي طريقتك بامتصاص اندفاعي صارت قديمه. قديمه طبعا، واني راح اكد لك هذا الشيء. ما مبين كوثر. اقدر اشوفك اليوم؟ ليش هسه انت ما شايفني؟ قصدي بعد ما تنتهي المهمة الأساسية من وجودنا هنا بالكلية، بعد ما تخلص المحاضرة. وليش خارج الكلية؟ ده أحس يعني كلامنا برا راح يتخلص من سلطة الجامعة علينا. كلام معقول ويمكن صحيح، وراح أكد لك هذا الشيء. ليش لا؟ ساعة الحين؟ نعم. تقريبا كده سقرا المقالة. ايه عافية بارك الله بكم، بس مو المهم قراءة المقالة محمود، لازم نفهمها او اشتركت عندكم من اثر. سألكوا بعض الفقرات ما افتهمتها، خصوصا فقرة ارتباط الانسان بالموروث الاخلاقي. بين الموروث الاخلاقي للشعوب وبين تطور عجلة الحياة. بالضبط استاذ، هي راديها شوية وضوح. لا ان شاء الله الدرس القادم خصصا لشرح هاي المقالة. سيح تقراها مرة ثانية بشكل. ان شاء الله. شكرا. لازم لقيت فرن بغير مكان. لا والله دا خبز بالبيت احسن. احسن احسن، الخبز بالبيت احسن. الطحين يكفيكم؟ الحمد لله على قدنا. العفو يعني لا تفهميني غلط، احنا جيران وولد منطقه واحده، يعني اذا تحتاجون طحين باي وقت انا انطيك. شكرا. مو بلاش، بفلوس. اي طبعا طبعا، بس بسعر الحصه مو بسعر السوق السوداء. باللي صمون ما لحق. العفو صار هسه بدي شويه يا ولد، خذ ايدك. الحقيقه انا اعتذر عن الموضوع اللي صار ذيك المره، بس الاخ شويه استعجل وما فهم الموضوع. ما صار شيء. يعني اذا باقي بخاطرك انا مستعد اعتذر له وقدامك. لا بسيط، اصلا انا حتى الموضوع نسيته. اقول هو قرايبك؟ اي طبعا. السلام عليكم. سلام، هلا بالحجي، تفضل يابا. اكو واحد يشتغل عندكم اسمه راضي. راضي؟ اي بلي، يقول لي راضي مسوي شيء؟ لا ما مسوي شيء، بس انا رايده بشغل. رايده بشغله؟ ايه هسه ادليك براضي، تفضل وياي هنا. نشوف ذولا جماعه؟ اي اي. هذا اللي يبي يحكي وياهم. ها ابو قبور. اي بلي. شكرا. يا اهلا ومرحبا، هلا بالحجي. الله يساعدك. هلا. ها لقيته؟ اي لقيته، انتظرته الى ان اجى. اي وش قال لك؟ ما قال لك، ما خلاني احكي. معقوله كل شيء ما قلت له؟ لا بس هو رحب دزلي قهوه. اي اي وبعد؟ بعدين هاي ما افتهم كل شيء. ليش؟ هذا التليفون ما سكرتير خبصنا، طاف طالع طاف طالع، كل ما ارجع شوي
كان التليفون هذا نعم اي